ليست محاصرة وليست حبيسة، سندعمها بكل قوة. أردوغان يشعل الأوضاع في لبنان. لبنان على صفيح ساخن. الحرب العالمية الثالثة تشتعل في جنوب لبنان. ملتقى القوى الكبرى، ونتنياهو يتراجع للوراء، والجميع يتساءل كيف سيكون دعم أردوغان؟ هل سيكون مادياً أم عسكرياً؟ أم أنه سيرسل قواته إلى لبنان؟ تل أبيب خائفة من التحرك التركي، والولايات المتحدة تبحث عن أدلة للضغط على أردوغان، والأخير يرد: سنجعل من لبنان قبراً لجنودكم، فما الذي يجري يا ترى؟ أردوغان يدخل لبنان للقاء نتنياهو، والأخير يستنجد بجده عجوز البيت الأبيض. بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء عمليته العسكرية البرية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، ومنذ ذلك الحين وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، باتت الأمور تسير في طريق غير الذي رسمه نتنياهو وحكومة الحرب لديه، حيث شهدت الأوضاع تدخلات خارجية. ولعل أبرز تلك التدخلات هي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إسرائيل قد عاثت في لبنان فسادا، وأن لبنان ليست مثل قطاع غزة محاصرة، ليست حبيسة كالقطاع تتحكم تل أبيب في حجم المؤن والمساعدات الواصلة إليه، بل إن لبنان دولة ولها سيادة وعلاقات مع تركيا. سندعم لبنان بكل ما أوتينا من قوة، ولن نترك أشقاءنا اللبنانيين فريسة أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. كلمات قالها أردوغان في افتتاح البرلمان التركي بعد عودته من العطلة الصيفية، والتي أشعلت لهيب الحرب في لبنان وشمال الأراضي المحتلة. أردوغان، والذي لعب دورا بارزا في الحرب الروسية الأوكرانية، سواء بعرضه لائحة التفاوض بين بوتين وزلينسكي، وسواء بدعمه للأخير بالمعدات التركية المتطورة، هذه التحركات التركية كانت كشريط سينمائي مر أمام عين نتنياهو في أعقاب سماعه لتصريحات أردوغان، وبدأ يسأل نفسه: هل يا ترى سيكون دعم أردوغان عسكريا أم سيكون سلميا وتفاوضيا؟ هل سيجبر الأطراف المتحاربة للجلوس للتفاوض؟ أم أنه سيستخدم قواته المرابطة في الأراضي السورية لدعم القوات اللبنانية؟ تساؤلات كثيرة دارت بعقل نتنياهو، لكنه لم يجد لها جوابا شافيا. ربما إن الجواب يكمن في إحدى هذه الاختيارات المتاحة، فلربما يلجأ أردوغان للوساطة والتفاوض والعودة إلى طاولة الدبلوماسية والسلام، وهو دأب أردوغان في الحرب الروسية الأوكرانية تارة. خبراء قالوا إن تحرك أردوغان للوساطة بين القوات اللبنانية وتل أبيب لن يقبل به نتنياهو، خاصة وأن الأخير لا يعترف بالقوات اللبنانية، فكونه جلس للتفاوض معهم هذا يعني اعترافا منه بشرعيتهم وقوتهم في تركيع جيش نتنياهو على الحدود الجنوبية للبنان، وبطبيعة الحال سيرفض نتنياهو هذا المقترح. فما يراه مراقبون أن أردوغان قد يرسل معونات إنسانية وطبية للشعب اللبناني، بينما قد يرسل لهم معدات عسكرية والتي قد تساهم في تحقيق المعادلة أمام الجيش العبري، حيث يمتلك الجيش التركي طائرات البرقدار التركية المتطورة من دون طيار، والتي حققت نقلة نوعية في صفوف القوات الأوكرانية أمام نظيرتها الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية. دعم أردوغان للقوات اللبنانية بهذه المسيرات سينقل الحرب إلى مستوى جديد، مستوى عنده قد لا تتمكن تل أبيب من مجاراة القوات اللبنانية، فهم على الرغم من بدائية صواريخهم وقذائفهم أمام التقنيات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنهم يحققون نجاحات كبيرة في صفوف الجيش العبري. الكمائن خير دليل. بتلك الكلمات علقت بعض الصحف من أن القوات اللبنانية بارعة إلى درجة كبيرة في استهداف الجيش العبري من خلال الكمائن التي تم نصبها لهم عبر المناطق والجبال والوديان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية. هذه الكمائن توقع مئات وعشرات من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، ما يشكل خطرا على تقدم الجيش العبري في جنوب لبنان، وهو ما أثر على تقدمه في عملياته البرية في لبنان حتى وقتنا هذا. فمع هذا التقدم
التي تحقق القوات اللبنانية. يأتي أردوغان ويعلن دعمهم عسكريا وفق ما نقلته صحيفة رويتر أن هذه الخطوة التركية ستعتبر بمثابة دخول كامل لتركيا في الحرب في لبنان، وعندها لن تقف إسرائيل وقوف المتفرج أمام التدخل التركي، كما يتوقع بأن تستخدم أمريكا عملاءها في الداخل التركي للرد على هذا التحرك من قبل أردوغان في لبنان. أما الفرضية الثالثة عزيزي المشاهد، فربما تسعى تركيا لنقل قواتها إلى قواعدها العسكرية في الأراضي السورية، وعندها ستكون قوتها على مقربة جدا من القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وقد يرسل أردوغان قواته إلى القوات اللبنانية سرا، وعندها سيتغير مجرى الحرب جملة وتفصيلا. يتبقى لنا الحديث عن تبعات تحركات أردوغان في مواجهة خطط نتنياهو في الشرق الأوسط من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقول خبراء بأن نتنياهو المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد يلجأ إلى جده عجوز البيت الأبيض لدفع الخطر التركي عن مخططاته في الشرق الأوسط. وقد تلجأ أمريكا إلى تنفيذ جدول من العقوبات على تركيا بحظر بيع أسلحة إليها أو بحظر استيراد الغاز الروسي والواصل إليها عبر أنبوب تورك ستريم، والتي أنشأته روسيا بالتعاون مع تركيا بعد فرض عقوبات غربية على الغاز الروسي، واستخدمت روسيا تركيا كمحطة لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. الكثير والكثير من الأدوات التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الضغط على أردوغان من أجل سحب تصريحاته ضد نتنياهو وتل أبيب. وكان أردوغان قد دعا العالم الإسلامي بضرورة الاتحاد من أجل خطر وقف التمدد الإسرائيلي في الأراضي العربية والإسلامية، داعيا إلى ضرورة تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن أراضيهم. كلمات أردوغان وفق خبراء تأتي من خوفه من التمدد الإسرائيلي نحو الأراضي التركية، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية كبيرة. إلا أن الخبراء عادوا أدرجهم وأكدوا بأن نتنياهو يعلم جيدا حجم الترسانة العسكرية التركية ومدى تطور تركيا العسكرية، لذا بات من المستبعد أن يفكر نتنياهو في توجيه مدفعيته نحو اسطنبول. دعوة أردوغان لوقف التمدد الإسرائيلي لم تأتي من أجل لبنان فقط، فمنذ هجوم 7 أكتوبر العام الماضي وأردوغان يدعو لوقف الحرب على قطاع غزة، وكان قد قدم الكثير من المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أدان استمرار حصار القطاع وعمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين العزل. وفي النهاية تستمر إسرائيل في تمددها في لبنان رغم تكبدها الكثير من الخسائر. ومن ناحية أخرى تأسير تركيا في طريقها نحو وقف تمدد إسرائيل، فترى من سيصل أولا، أردوغان أم نتنياهو؟ شاركونا بمقترحاتكم وآرائكم في التعليقات. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.